بتوقيت الأولى مع أمال الشاهد. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت الأولى، حلقة يوم الاثنين 15 أفريل 2013. كما العادة جولة مع أهم أخبار هذا اليوم، إلى جانب التعليق على الصحف التونسية اليومية. والجزء الثاني باش يكون مع ضيف من طراز خاص وتكتشفوه من بعد شوية. نبدأ معكم في أهم أحداث هذا اليوم. انطلاق الحوار الوطني اللي دعاوا له رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في جلسة مغلقة في قصر الضيافة بقرطاج بحضور أحزاب الترويكا وبعض الأحزاب الأخرى. السلطات الإيطالية رجعت اليوم صباح يخت مصادر كان على ملك قيس بن علي، تسليم صار في القاعدة العسكرية البحرية بحلق الويد بحضور رئيس الحكومة المؤقت وقائد أركان الجيوش الثلاثة ومحافظ البنك المركزي. إلغاء الإضراب اللي كان مبرمج اليوم وغدوة وبعد غدوة لمحطات توزيع المحروقات الخاصة بالعربات، يعني ليسانس والمازوت ليستاسيون سيرفيس. وزارة التجارة تعلن أنه باش يقع توريد 3000 طن من البطاطا لتعديل السوق والضغط على ارتفاع الأسعار، وقالت الوزارة أنه ثمن البيع باش يكون 850 مليم كسعر أقصى. المجلس التأسيسي في جلسة عامة غدوة باش ينظر في لائحة اللوم الموجهة من طرف عدد من النواب ضد سهام بادي وزيرة شؤون المرأة والأسرة، والمجلس قام باستدعاء سهام بادي لمسائلتها حول تطبيق القانون في بعث وإدارة رياض الأطفال والحضانات. ومن جهة أخرى حسب إذاعة شمس أف أم، لجنة النظام الداخلي والحصانة ترفض طلب رفع الحصانة عن النائبة سامية عبو اللي تقدمت به وزارة العدل نهار 12 أفريل في إطار قضية الثلب المرفوعة ضد النائبة من طرف الباجي قايد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس. نمشي مع بعضنا دون إطالة في التعليق على أهم مورد في الجولة الإعلامية اليوم. ونرحب معنا في الجولة الإعلامية بزميلتنا صوفيا الهمامي الصحفية بصحيفة الهدهد الدولية ومراسلة صحيفة المصري اليوم والقناة الفضائية المصرية الأولى. مرحبا بك صوفيا. أهلا وسهلا. نبدأ بالتعليق على مورد في الصحافة اليومية اليوم، ونبدأ بالصباح الأسبوعي في الصفحة السادسة. بعد أن طالت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إصلاحات مؤلمة، هل ستكون الحكومة قادرة على إنجازها؟ يقول المقال رئيس لجنة المالية والتخطيط فيرجيني دورمان شدد على أن صندوق النقد الدولي وافق على إقراض تونس مبدئيا 500 مليون دولار لدعم مشاريع تنموية مقابل شروط هي في صالح البلاد من أجل القضاء على عديد مظاهر المحسوبية والفساد الإداري والمالي. ونقعد في إطار الاقتصاد والوضع المالي في تونس، جريدة البيان في الصفحة الثالثة على لسان وزير المالية الأسبق حسين الدماسي، الدولة انزلقت في نفقات تفوق بكثير طاقة البلاد. هو المهم في هذا الأمر تونس مجبرة على هذا القرض. نحن الآن يبدو أن الحكومة تتجه للاقتراض، هذا مؤكد، ولكن المهم في الأمر هو ألا تقبل حكومتنا بالإملاءات، إملاءات صندوق النقد الدولي، لأنه هذا صار معنا في السابق في 86 تحديدا مع سي رشيد صفر أظن كان وقتها الوزير الأول بالضبط، ولكن يبدو لي أنها إملاءات يجب رفضها. نحن أمام مناقشات قد تطول في المجلس التأسيسي مع الأحزاب السياسية، ولكن مسألة القبول بأقل الإملاءات هو في صالح البلاد حقيقة. إذا كان تونس باش تقبل بإملاءات الصندوق الدولي، يبدو لي أنه باش نرتهنوا باش نوقعوا في مشكل اقتصادي كبير ربما يوصلنا إلى الإفلاس لا قدر الله. النهار اللي فات الأحد والسبت تميزت بعديد الاجتماعات وتصريحات لأحزاب سياسية. نقف مع جريدة التونسية في الصفحة الرابعة، العائلة السياسية الديمقراطية في ذكرى ميلاد حزب المسار، اليد في اليد لهزم الرجعية والظلامية. في الصفحة الخامسة مصطفى بن جعفر، نسعى لتأسيس حزب ديمقراطي اجتماعي وسطي وفي لمبادئ الديمقراطية والثورة ويتصدى لأحزاب الردة وقوى الجذب إلى الوراء. في الصفحة السابعة أحمد نجيب الشابي في جبل الجلود، أيدينا نظيفة وبرامجنا واضحة، لا نريد المناصب ولا الوزارات بعد الثورة،
نريد من تونس أن تكون مستقلة فخورة بدينها وأصالتها، منفتحة على التيارات العلمية عفوا. وأخيرا في الصفحة السادسة، أنصار العريضة الشعبية في مسيرة احتجاج، أوقفوا سياسة الإقصاء والحجرة، كل ما نريده هو إعلام محايد غير موجه، خاصة فيما يتعلق بالإعلام الوطني الممول من قبل الشعب. كل حزب عنده أي، هو يوم أمس كان يوم حافل سياسيا الحقيقة، كانت أنشطة كبيرة، البعض يعتبرها أنها ربما حملة انتخابية مبكرة، ولكن أنا نشوف حراك سياسي، ربما هي الحلقة الأولى من الانتخابات. الأحزاب قاعدة تحب تختبر قواعدها، أحزاب تحب تكون قريبة من قواعدها، أحزاب تريد أن تطلق موجة من الانتقادات كالعادة، هناك أحزاب تتشكل، هناك ائتلافات تريد التوسع أكثر للدخول في انتخابات قائمة، ولكن نتمنى أن الاجتماعات القادمة لا تكون مجرد خطابات سياسية، وإنما نحن بحاجة إلى برامج سياسية واقتصادية في المرحلة القادمة. ونختم أخيرا مع صريح في صفحة 11 اللي كان لها لقاء وحوار مع وليد البناني العضو في المجلس التأسيسي، في حوار يقول: ضوء أخضر لاغتيال الغنوشي والبناني، في الجبهة الشعبية يعرفون من قتل شكري بالعيد، ومن يراهنون على انقسام النهضة خاب ظنهم. نعم، في الجبهة الشعبية يعرفون من قتل شكري بالعيد، هذا بين ظفرين، ولكن يبدو أننا دخلنا في موجة من إغراق الساحة الإعلامية في تونس بتصريحات وتصريحات مضادة. بصراحة هناك يوميا نحن نستمع إلى أشياء في مسألة اغتيال شكري بالعيد، يوميا نستمع إلى سيناريوهات، وهذا ليس في صالح التحقيق ولا في صالح الجبهة الشعبية ولا لعائلة الشهيد. ولكن أنا وأكد أنه عائلة بالعيد تعلم من قتل شكري بالعيد. نمشي إلى فقرة الكاريكاتور بعد ما علقنا على أهم شيء في الصحافة هذا اليوم. أول كاريكاتور معنا اسمها سيليانا ستوري لأدينوف: تونس تسترجع أموالا منهوبة في لبنان، زعما يخلطنا الطش وإلا كان الرش. الكاريكاتور الثانية تحمل إمضاء توفيق عمران وبدون تعليق: حملة رمي الورود على سفارة قطر. وأخيرا كاريكاتور مش محلية على جيراننا في الجزائر لمكافحة الفساد: لوت كونتر لا كوربسيون، ان جينيرال ماجور على تيت دو لوبيراسيون مان بروبر، على رأس لجنة التطهير أو مكافحة الفساد جنرال من الجيش. تالي مانسال جو فيان دو ليغ لي جورنو. أمال منذ في سليانة بالفعل إلى الآن ما وصل كان الرش في سليانة. هاو فما شيك وصل الجمعة اللي فاتت، لعل ياخذوا منه حويج ربما. هذوما الثلاثة صور كاريكاتور اللي كانت لنا معاهم وقفة في فقرة الكاريكاتور. نمشوا مباشرة إلى لا فيديو دو جور، الموضوع اللي صورناه اليوم في وزارة السياحة قبل ما نستقبلوا ضيفنا. انطلق اليوم هذا المشروع بتكوين الفرق اللي هتشتغل عليه، وهو مشروع لدراسة طرق لتسويق السياحة الصحراوية، وهو مشروع نموذجي لتسويق هذا النوع من السياحة، وهذا يأتي مباشرة استجابة للخط من الخطوط الاستراتيجية اللي نخدم عليهم، ألا وهي تطوير السياحات بالاختصاصات متاعها وداخل الجهات متاعها. هذا مشروع يهم بصفة خاصة ولايتي قبلي وتوزر. الحقيقة اليابانيين تعودنا بهم في عمق الدراسات، في دراسات براغماتيك، دونك ننتظر منهم نتائج عملية وتقدم بهذه الدراسات على مستوى الواقع. Nous envoyons les experts de tourisme mais سنساهم في مشروع النهوض بالسياحة الصحراوية بخبراء هم أعضاء سابقون أو حاليون بوكالات سياحية يابانية تشتغل في القطاع الخاص.
إذن هم مطلعون ويعرفون جيدا احتياجات وانتظارات وخصائص السائح الياباني والآسيوي. حقيقة مشروع هام جدا باش يعتمد السياحة الصحراوية دفعة جديدة على السوق اليابانية، خاصة وأنه لمدة 3 سنوات إجابة في الاستثمار. نجم نقول الاستثمار هو استثمار على الكل، فهمتني معنى هذا؟ يعني الجنوب هو كقطب، لكن الاستثمار هذا زاد باش يعم، والدراسة هذه باش تعم السياحة الثقافية، ويعني وأعطاه دفع للسياحة التونسية على السوق اليابانية وخاصة على جهة الجنوب. ضيفنا في الجزء الثاني رئيسي من البرنامج هو السيد رياض السيداوي، مختص في علم الاجتماع السياسي ورئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف في سويسرا. مرحبا بك سيد رياض. مرحبا. أول مرة تحضر معنا في القناة الوطنية. أول مرة حضرت الثورة، جيت كنت من لندن، جيت على طول ونحلل في سوسيولوجيا الثورة، ما هي الثورة، كيف تحدث الثورة. مرحبا بك. ولا محال يكون أغلبية الجمهور يعرف خاصة الفيديو نتاعك على اليوتيوب وتحليلك على شبكات المواقع على الاجتماعي. مرحبا بك. انت موجود في تونس، يعني شاركت نهار الجمعة والسبت في ملتقى دولي عنوانه ديمقراطية الحرية والدين، نظمته كلية الحقوق مع المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي. تحدثت على برشا حاجات، كان فما برشا مفاهيم فلسفية للديمقراطية والحرية والتعريف أو الخصائص متاع الثورة. احنا نحب نقسم الحوار متاعنا على ضوء ما جاء في الملتقى وعلى ضوء المداخلة متاع سيادتك اللي خصصتها خاصة لوسائل الإعلام وللإنترنت، يمكن وسائل الاتصال الحديثة. خلينا نبدأ ساعة قبل كل شيء العلاقة ما بين الديمقراطية أو الأنظمة الديمقراطية والدين. كان عندك تحليل خاص، كنت تقول في المداخلات متاعك أنه على قد ما يكون النظام غير ديمقراطي، على قد ما يكون ثم تشدد ومحاولة لفرض توجه ديني معين وقمع ربما للإختلاف. ممكن تحللنا شوية الفكرة هذه؟ أول شيء أنا إنسان صاحب نظرية ونشرتها في كل مكان، هو أن الإسلام دين ديمقراطي وجمهوري. مثلا لا ملكية في الإسلام، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله سيد الخلق لا ملك ولا ولي عهد. نفس الشيء كل الخلفاء الراشدون لا كانوا ملوكا ولا أولياء عهد. القرآن الكريم يقول في الآية 34 من سورة النمل، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. إذن جوهر الإسلام النقي يرفض الاستبداد، يرفض الملكية، يطالب الشورى، يرفض الإمارة وولاية العهد. ماذا حدث بعدما يعني ضعفت الدولة الإسلامية الأولى الحقيقية؟ خرجت الملكيات الاستبدادية المطلقة التي لا تمثل الإسلام. اليوم هذه الملكيات الاستبدادية المطلقة تأول الإسلام، تحب تفسر لنا الإسلام على حساب على كيف، لأن عنده فلوس وتشري شيوخ، تحب تقول لنا الإسلام ملكي. الإسلام مش ملكي، سامحونا، تونس في جوهر الإسلام. أما إذا ملكية ولي عهد وسيدي وطاعة الأمير، هذا لا علاقة له بالإسلام. الإسلام بني على ديمقراطية، الإسلام بني على فكر جمهوري، الإسلام بني على عدالة اجتماعية. أبو ذر الغفار يقول أني أعجب لمسلم يبيت جائعا ولا يشر على المسلمين من غد سيفه. اللي يعملوا في التالة والقصرين اليوم أو سيدي بوزيد، هذا هو جوهر الإسلام. لكن الناس أو الدول عندها فلوس، عندها غاز، عندها قواعد عسكرية أجنبية صنعتها بريطانيا بأموالها، تحب تفصل الإسلام خاص بها يستجيب لملكياتها ولقواعدها العسكرية وتغزونا، وتحب تشككنا في إسلامنا، تحب تشككنا في إسلام محمد الدغباجي وبشير بن زديرة وخليفة بالعسكر والمجاهدين الأحرار والزوايا الصوفية القاتلة الاستعمار. سيد عمر المختار قاتل الاستعمار الإيطالي، وإحنا هنا في تونس الزوايا الصوفية قاتلة الاستعمار الفرنسي، وفي المغرب عبد الكريم الخطابي، وفي الجزائر الأمير عبد القادر ومقراني قاتلنا الاستعمار. هم أسنحهم الاستعمار يحبوا يعلمونا الدرس ويعطونا دروس في الإسلام. شكون هم هذوما أستاذ رياض؟ باهي، عندك اثنين. عندك السعودية تدعي أنها تنشر في مذهبه والمذهب الوهابي السعودي وهو الإسلام، لكن لا علاقة للملكية بالإسلام كما قلنا. عندك قطر، قطر تدعي انها تنشر الديمقراطيه، واللي دخلناش في السورياليه هذه، ربما بعض الشعب تسمي مش سوريالي. السورياليه هو تناقض مفرط، يعني انسان ما يتخيلوش العقل كيفاش ديكتاتوريه مطلقه مثل قطر وهنا استخدم مفهوم في العلوم السياسيه.
لا أشتم ولا تطاول ولا أي شيء، ديكتاتورية مطلقة. عطر احنا جوست موقت قيب تولي عنا أزمة دبلوماسية. لا لأني أستخدم العلوم السياسية، أنا أستخدم العلوم السياسية. عندنا تقسيم في العلوم السياسية للدول العربية، الدول العربية الديمقراطية المطلقة، والحمد لله تونس على رأس، احنا ديمقراطية مطلقة، شكون يشكك في ذلك؟ الدول العربية متوسط ديمقراطية، عندها شوية ثغرات لكن تعم. ثم دول عربية الديمقراطية فيها الصفر، لا فيها تعددية حزبية ولا تعددية إعلامية ولا انتخابات ولا تزوير انتخابات، مواطنيها ما يشوفوا صناديق الاقتراع كان في التلفزيون. هذه السعودية وقطر. كيف ما جزء من الطبقة الحاكمة أستاذ رياض، الطبقة السياسية الحاكمة وفيهم جزء كبير حقوقيين وناس ناضلوا حياتهم الكل من أجل الديمقراطية والحرية، يعترفون بفضل قطر في دعم الثورة التونسية وفي دعم المسار متاع الانتقال الديمقراطي. ما تحسش اللي فما تناقض مع اللي كنت تقول فيه أنت توا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نحن في تونس يجب أن نقوم ننقذ الشعب القطري وندخله نور الديمقراطية ونحرر شعراء ونذكر الشاعر محمد بن ذيب العجمي حكم علي أمير قطر بالسجن المؤبد على خاطر قصيدة كلنا تونس، قصيدة يمدح فيها في الشعب التونسي وثورة الشعب التونسي، ويسخر من الأمير ويسخر من الدكتاتورية ويسخر من السجون الموجودة هناك. أنا مقتطف منها القصيدة، أنت كنت عرضتها نهار السبت في المداخلة متاعك، نشاهدوا شوية هالفيديو هذا مقتطف من شكرا. القصيدة متاع شكرا يا لي تخلي المواطن يشوف القطري ونعود ونرجع. شكرا يا محمد الغنوشي، لو حسبنا فوقك ما هي الدستورية، ما بكينا بن علي ولا بكينا عصرة، نعتبرها لحظة بالعمر تاريخية، دكتاتورية نظام القمع والاستبدادة أهلت تونس عليها الثورة الشعبية، إن ذممنا ما نذم إلا حقير واطي، وإن مدحنا نمدح بقناعة شخصية، أججت الثورة بدم الشعب يا زائرها، وإن حكم جاز الشعوب الكل نفس حية، قل لهم بصوت من كذنا يشلة كفة، كل نصر تتبق أحداث مأساوية. عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في القوات الأمريكية، عقبال البلاد اللي جهل حاكمها يحسب ان العز في القوات الأمريكية، عقبال البلاد اللي شعبها جايع والحكومة تفتخر بتفاصيل المالية، وعقبال البلاد اللي تنام مواطن معك جنسية وتصبح ما معك جنسية، وعقبال النظام القمعي المتوارث، لا متى وانتو عبيد النزعة الذاتية، ولا متى والشعب ما يدري بقيمة نفسه، ذا ينصب ذا وراه كلها منسية، ليه ما يختار حاكم بالبلد يحكم له يتخلص من نظام السلطة الجبرية. نعتذر يمكن نوعية الصوت ما هيش ممتازة برشا، ما احنا خاطر خدينا من عندك لفيديوهية موجودة على الانترنت. تعليقك صوفيا. ولا يا ربي فرج عليه هو الشاعر هذا، انا عندي رأي قلته في السابق وبش نقوله الان واتحمل مسؤوليتي، هذا رأيي الخاص بي انا فيما يخص شيخ حمد. هذا الرجل يبدو انه يعاني من عقدة الصغير وسط المحيط متاعه وهو المحيط الخليجي. انا لم اسمع بموقف سياسي واحد اللي كان محل وفاق في بين دول مجلس التعاون الخليجي. للأسف الشديد هذا الرجل ما حققش أي نجاح في المحيط متاعه. احنا نشوفه جمال عبد الناصر قبل أن يصبح زعيم عربي رغم كل ما ارتكبه من أخطاء في السياسة متاعه، وهو زعيم عربي ما في ذلك شك أنه حقق نجاح في مصر، ثم عمل الوحدة ولو هي قصيرة مع سوريا. مع سوريا ساهم في إنشاء منظمة تحرير فلسطينية، كان من العناصر المؤسسة لذلك، ساهم في تأسيس حركة عدم الانحراف. أنا يبدو لي أنه أي إنسان يريد أنه يحب يمد إيده أو يحب يخرج خارج المحيط متاعه لازم أنه يحقق نجاح داخل محيطه، ومن بعد يبحث على زعامة عربية خارج المحيط متاعه. وهذا الرجل للأسف الشديد ما عمل ولا أي شيء في دول الخليج، بل بالعكس لا عمل.
مثلا ما ولا انا سؤالي لي سامحني انا انا سؤالي دكتور بالضبط سؤالي على ذكر ليبيا الليبيين انا عجبني موقف الاخوه في ليبيا وقت ما حسوا انه هناك تدخل في سياستهم ماذا قالوا من فتره قصيره قالوا سنعيد إلي كل قرش صرفته في الثوره الليبيه لاسقاط نظام معمر القذافي وتركنا في حال سبيلنا لانه بالفعل كان فما تدخل سافر من عنده ما هي غايه هذا الرجل في التدخل هو مول الحرب الامريكيه ضد العراق واسقاط صدام حسين لانه الصواريخ الكروز والتوماهوك لما تقصف بغداد وتدمر تكريت وتدمر ديالها غاليه الامريكان ما يدفعوا شيء لازم بفلوس قطر يدمروا ويضربوا المدن العربية لأنه غالية الصواريخ نفس الشيء في ليبيا نفس الشيء في سوريا هم يعطوا مخطط نسقطوا نريد أن نسقط صدام حسين التكلفة تكلف 60 مليار دولار تدفعها أنت القطر ويزيد داخل السعودية نريد أن نسقط معمر القذافي تكلف 5 مليار دولار تدفعها أنت نريد أن نسقط بشار الأسد تتكلف 3-4 مليارات دولار أو 5-10 تدفعهم أنتم لأنه الناخب الأمريكي يحاسب الأجهزة نتاعو إذا السيارة مش تحط 50 مليار دولار لإسقاط صدام حسين الناخب الأمريكي يقول في الكونغرس أنا مواطن محتاج في أزمة اقتصادية وأنت مدخلي في شؤون دول أخرى ما يهمنيش فتمشي أمريكا وتبحث عن دول أخرى ما عندهاش برلمانات ما عندهاش ناخب ديكتاتوريات المطلقة وعندها برشا فلوس تأخذهم وتشري بهم الأسلحة وتقصف بهم المدن العربية إذن هذه إنجازات قصفنا المدن العربية وعنده مفتي زاد ويفتي له أي شيخ القرضاوي الفيديو موجود أنا أفتي للحلف الأطلسي بقصف سوريا وبقصف ليبيا فإذن أصبحنا في مأساة كبرى كل الشعوب تتقدم نحن ندمر بعضنا بعضنا يعني لعب الدور حكيت على عبد الناصر عبد الناصر كان يلعب الدور الإيجابي الدينامو ارفع رأسك هذا الدور دور انغمس يعني لازم انك تكون يعني خاضع للسلطات الأمريكية يلزم كل دولة عربية تعمل قواعد عسكرية أمريكية مثل قطر يلزم كل دولة عربية تاخذ املاءاتها مثل قطر يلزم كل دولة عربية تدار بالفتاوي معاش برلمان نحلوا البرلمان خلينا نقف شوية على حكاية الفتاوي ونربط مع الجزء الأولاني من كلامك وهو محاولة نشر الفكر الوهابي اللي هو ما عنده حتى علاقة بالفكر الديني الإسلامي السوري الصوفي الأشعري كما نعرفه احنا هوني في تونس عندك فكرة تقول أنه فما صراع ما بين زوز دول يعني بين السعودية وقطر وكل واحدة مدججة بترسانة إعلامية أولا تحمل في داخلها متناقضات ومدججة بمجموعة من الشيوخ تفتي لهذه وتفتي للآخر كيفاش المسألة؟ هو الحمد لله تناقضهم وصراعاتهم فضح إيش معناتها؟ السعودية مؤسسة رابط العالم الإسلامي عام 1962 هذه منظمة دولية نشر الوهابية اللي ضرب عبد الناصر جمال عبد الناصر القومية العربية وهارب ومدين والتصنيع وضرب حتى بورقيبة وتحرر المرأة إلى آخره ثم أمير قطر نكاية في السعودية في صرع وبعد أن حاولت تتعامل عليه انقلاب 96 2004 أنشأ اتحاد عالمي العلماء المسلمين 2002 أعتقد أنشأ وحتى على رأسه يوسف القرضاوي 2004 ويتصارعوا مثلا شيخ يماني وهابي كتب كتاب اسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي هذا عنوان كتاب أي. دع واحد مش هذا مش واحد راهو لا يسار لا تقدم الى ليبرالي الى ديمقراطي لا هذا وهابي في الخط الوهابي السعودي يحكي على يوسف القرضاوي اسكات الكلب العاوي يوسف القرضاوي هذا الكتاب يوسف القرضاوي يهاجم عبد الله جبرين كان ذكر في 2006 ويهاجمه وينتقد شيوخ الوهابيه وعندهم حرب شرسه اللي حاب يمشي اليوتيوب ويشوف لان عندهم قنوات بعضهم الحرب الداميه ما بيناتهم هي الحرب راهي مش دينيه مش فقهيه الحرب سياسيه السعوديه عندها مشكله مع قطر قطر عندها الجزيره السعوديه مثل العربيه يسبوا ويشتموا بعضهم قطر عامله اتحاد عالمي للعلماء المسلمين وتنفق عليه وعندها شيوخها والقرضاوي على راسه والاخرين عندهم شيوخ واحنا في يشتموا بعض كل فيها احنا مش مدخلنا في صراعات احنا هم اللي دخلوا في الشؤون انا شخصيا ديما يقولوا لي قلت علاش ديما تحكي على السعوديه وقطر سمعتونيش مره حكيت على الكويت حكيت على الامارات حكيت على عمان هذه الدول على مثلها بحالة عندها مشاكلها لم تدعي نتشر الديمقراطية الكويت مثلا دولة ديمقراطية تعرف هذا 100% ديمقراطية عندها برلمان من أكثر البرلمان ولا دعت ذات يوم أنها تنشف الديمقراطية إذا تعطي مساعدة تعطي بصمت غير فضايح وما غير واحد ولا دعت أنها مسكينة تنشف الديمقراطية الإمارات نفس الشيء تساعد العرب وتساعد في تونس وغير الجزائر ساعدتنا أول مساعدتنا الجزائر 100 مليون يورو والشرم كان منحة هدية بدون فضايح وعطيتك وإلى آخره وأنت تدخل في شؤون الدولتين هذم اخذوا على تقم ان يدخلوا في شؤون الدول العربية أنا بالنسبة لي كتونسي ودافع عن بلدي عن وطني عملنا أعز ثورة وشعارها رائع جدا وإنساني وخالد شغل حرية كرامة وطني
يجوا هما يحبوا يفسدوا هذه كسروا. انت استاذ رياض من المنظرين او من المفكرين اللي ترى انه العناصر لي زانغريديون تاع الثوره متوفرين فيما حصل في تونس ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي. طبعا الثوره ثلاثه ولا اربعه ثلاثه عوامل حاب نذكروا بهم نذكروا تو ندخلوا علم اجتماع الثوره مش تعقد شويه ما تنبسطوها للناس باش ما نبقوش نحكوا بالصعيب. الثوره حتى تقع ثم ما يسمى بالوضعيه الثوري اللي انطلقت في تونس من 17 ديسمبر الى 14 جانفي تتشكل من ثلاثه عوامل. العام الاول يزم راديكاليه المعارضه الشعبيه ومطالبتها برحيل النظام بدل السلاح. بن علي ما حشناش بيك خبز وما بن علي لا يا ودي نتنازل وسامحوني وغلط غلطوني لا ما حشناش بيك. اذا راديكاليه المعارضه يزم يتوفر العنصر هذا. الثاني تفكك انه خبى الحاكم وقعت لعبه ثم وزارات خلوا بن علي نعرفوا هذا ثم جزء من السلطه تخلى على بن علي. الثالث موقف الجيش فضل زاد يعود الربي والجيش الوطني أن الجيش لابد أن يكون إما على حياد ما يتدخلش أو يخون النظام بين قوسين يتخلى عن النظام. هذا ما قام بجيش تونسي لما رفض أن يطلق النار على المتظاهرين. أنا عرفت أن بن علي انتهى. أنا كنت في سويسرا مثلا 12 جانفي في موجود الفيلم على اليوتيوب مع التلفزة السويسرية ليمون بلو عملوا لي حوار ما يحدث في تونس 12 جانفي. أنت ما تعتبرش أن الجيش التونسي بقي على الحياد يعني ما تخلش في الخصومة أو في الصراع اللي ما بين الحاكم والشعب اللي خرج ضد هذا الحاكم؟ هو بالضبط هو الحياد هذا المطلوب في الثورات أنه ما يتدخلش كما مثلا لافايات عندنا ساحة لافايات. تعرف من هو لافايات؟ هو ضابط فرنسي رفض أثناء الثورة الفرنسية إطلاق النار على المتظاهرين الفرنسيس لأنه عايش الثورة الأمريكية كان في أمريكا رفض. لا الجنود لا ما تلقوش النار على المتظاهرين ناس مدنيين ما تلقوش النار عليهم. إذا دور الجيش محوري في نجاح الثورة أو عدم نجاحها لولا الجيش التونسي ربما بالطبيعة باش نخلي صوفيا تعلق وتسألك قبل ما ندخل شوية في دور الإعلام أو اللي قاعد صاير حاليا عبر الإعلام لا ديفيرسيون تو نفسروا بعد شوية. اي بالضبط احنا بالنسبه لدور الجيش ولكن الان دكتور اختلطت الامور صرنا نسمع انه حتى انهم القناصه معناش قناصه في تونس ولكن تم استيراد قناصه من الخارج وهذا الخبر الان يتردد بقوه وهذه الاشاعه تتردد بقوه. دخول ايضا تم اطلاق كلام اخر انه تبناه بعض السياسيين انه قطر دعمت الثوره منذ البدايه غير أنه قناة الجزيرة كانت بالفعل في البداية مساندة للثورة التونسية. قناة الجزيرة تساند الثورة التونسية ولا تساند؟ شوفي قناة الجزيرة مثلا كانت تحرم على فخامة الرئيس موسى مرزوق أنا أقول ذلك وعلى الشيخ راشد غنوشي نظروا في الجزيرة ممنوع تابو ما يخرجوش. أنا استدعتني قبل قبل في برنامج فيصل قاسم تجاه المعاكس على الجيش الجزائري ورفضت اعتذرت شو دخلني انا قال تهاجم الجيش الجزائري والاخر يدافع لي وش دخلني انا باحث اكاديمي وعالم سياسه مختص في موضوع لا دخل لي في الصراخ والصراعات. اذا في لحظه معينه جت اوامر قناه الجزيره واستدعت المنصف المرزوقي واستدعت راشد الغنوشي وغير ويكيليكس اللي هي وثائق امريكي برقيه امريكي تقول بالنسبة لقناة الجزيرة أن وضع خنفر يلتقي كل صباح مع مسؤول المخابرات المركزية الأمريكية CIA في الدوحة ويعطيه التوجيهات والتعليمات. هو استقال بسبب الوثائق تاع ويكيليكس اللي فضحت المسألة. فضح ومش استقال تفضح قالوا يلا اخرج ما عندناش محتاجينك تفضحت الأمور والريحة خرجت وهو من هو عملنا برنامج فرانس 24 كنت موجود فيه وخرجت مع وضع خنفر زاد وقال أريد أن أعمل في موضوع آخر والبرنامج موجود على اليوتيوب. لا قلت له مستحيل أنك تستقيل لأنك خرجت لأنه فعلا الفضيحة الكبرى أن خرجت. وطبعا هي الجزيرة شوف الجزيرة موجودة بالقاعدة العديد وقاعدة السلي ويكفي الواحد يفكر شوي ثم منطق لوجيك المنطق اليوناني هذا لما قناة موجودة بين أكبر قاعدة عسكرية جوية في المنطقة اللي هي العديد وأكبر قاعدة عسكرية برية في المنطقة هي السلية في الدوحة شنو قاعدة تعمل تحارب في الإمبريالية الأمريكية تنشر في الديمقراطية. أنا أقول الأمريكان انشروا الديمقراطية في الأراضي وين حاطين قواعد عسكرية أمريكية عندكم في السعودية فيها قواعد عسكرية أمريكية انشروا فيها الديمقراطية والحرية انشروا الديمقراطية في قطر انشروا الديمقراطية في الإمارات. أنا أعطي محاضرات في جامعة جنيف وفي مجامعات أوروبية حول قبل الربيع العربي وين في 10 15 سنة التالي عنوان المحاضرة ما الذي يمنع الديمقراطية في الوطن العربي 1 2 3 4 أقول بأهم عامل الغرب أنتم تمنعوا الديمقراطية في الوطن العربي لأنه لو تقع الديمقراطية في السعودية وقطر برميل البترول يولي ب 1000 دولار. إيغو شافيز الله يرحمه كان يلف في العالم ويدور باش سعر البترول يرتفع
وهم السعوديين أو القطريين يغرقوا السوق حتى تنخفض الأسعار، لأن الأوامر تأتيهم من الخارج ويطبقوها، والغرب مش محتاج ولا يريد ديمقراطية لا في قطر ولا في السعودية. طيب كيفاش هالأنظمة هذوما أستاذ رياض من جهة يمولوا في القنوات اللي هي محمل لإيديولوجيات معينة، هو الفكر الوهابي بالأساس، وقنوات أخرى سياسية بحتة كما كنت تذكر مثلا الجزيرة أو غير الجزيرة، وفي نفس الوقت تقول أنهم زادا يملكوا قنوات أخرى، هي قنوات الديفيرتيسمون انترتينمنت، يعني فيهم الرقص وفيهم الكليبات وفيهم هيفا وهبي ونانسي عجرم. كيفاش هالتناقض؟ وعليش قنوات الإسلام حلال مثلا شوفوا قناة إقرأ تجيب محمد العريفي وتجيب عمرو خالد اللي هي تتبع قناة ار تي فيديو كلوب وار تي سينما اللي تجيب نانسي عجرم وهيفا وهبي، نفس الكاميرات ونفس الاستوديو ونفس رأس المال السعودي، صنع نجمة اسمها هيفا وهبي، نجمة اسمها نانسي عجرم، نجم اسمه محمد العريفي، نجم اسمه عمرو خالد. نفس الشيء قناة الرسالة بتاع الوليد بن طلال تجيب في نفس الشيوخ وتجيب معاهم ماذا هيفا وهبي وغيره والنماذج هذه. شنو الهدف؟ هو تدمير الإبداع، تدمير الفن، تدمير أم كلثوم وعبد الحليم وفريد وكل أيامات القوية وصالحة هنا والرياحي والأخير، الفن الجميل وأبو قاسم الشابي ونجيب محفوظ، وتحويل العقل الغرائزي، غرائز الغرائز الجنسية والغرائز الدينية، الإسلام يختزلوه كما يحبوا هم في جنس ويختزلوه في يسموه هذا، يعني في بعض الأحيان أشياء ما نحبش ندخل فيها، فهمتني؟ لا والله حتى خجلا مع المشاهدين يختزلوه في ذلك حتى يخرجون من الإسلام الحقيقي، من جوهر الإسلام. لا ملكية في الإسلام، لا قواعد عسكرية أجنبية في الإسلام، لا كهانة في الإسلام، نحو هذا ويجيبوا حتى يتلاعبوا بعقول الناس ومشاعر الناس وما يسميه بالتخدير الديني السلبي. طيب ملف الديمقراطية شنو دور الإعلام وخاصة دور الإعلام العمومي؟ الإعلام هو ينقد، مش ممكن قناة إعلامية في ديمقراطية، في ديكتاتورية تمدح كل شيء تمام، اللي تفرج على قناة تونس 7 أيامات بن علي يعتبر تونسية موناكو خير من سويسرا خير من نورفاج خير من السويد، يحسن بلد في العالم. الإعلام ينتقد، أنا في سويسرا عايش، في شو تحط تلفزيون سويسرية تحكي كان على فضح الوزراء والمسؤولين الفرنسيس كيف كيف يعيطولهم علام العار عندكم غادي في سويسرا؟ لا كيفاش تقولوا علام العار؟ هو علام يقوم بواجبه، أنا أفكر إذا أنا أقول لا، هو ألان يقول أن نفكر هو أن نقول لا. الإعلام دوره ينتقد مش يطبل، التطبيل والتسكير هذيك أشياء أخرى، الإعلام ينتقد. البي بي سي تنتقد في توني بلير، تنتقد في براون، تنتقد في كل رؤساء الحكومات، اسمه في الواشنطن بوست ستار البوب وود طيح ريتشارد نيكسون اكبر رئيس في اكبر دوله في العالم. الصحافي ينتقد ما يمدحش، يلزم الصحافي اللي عنده دربوكه او زكره وطبال يشد بكرسها ويهرسها ويهز راسه ويرفع راسه ويحكي للناس بالصدق ويمارس دوره ومهنته الطبيعي في تونس في امريكا في سويسرا في السعوديه في قطر في اي مكان في العالم. انت تو تتفرج في القنوات التونسيه من عندك من جنيف من سويسرا، تحس ان الاعلام قاعد يقوم بهالدور هذا؟ راجد من اروع ما يكون اعلام التونسي الان. شنو الاعلام؟ راه قانون القرب اللي يدرس الصحافه ما يسموه لا لواد بروكسيميتي، قانون القرب هو وسيله الاعلام. اول ما تبدا بدارك وبعد الحومه بجنبك وبعد بعدك، يعني الاعلام التونسي لازم يبدا الحكومه التونسيه والرئاسه، ومن بعد يمشي الجزائر، نجم يمشي المالي ويوصل لجنوب افريقيا ويوصل قطر والسعوديه. هم في قطر والسعوديه نحن احسن الناس، اصلا ما نحكوش على مشاكلنا. شكون يعرف ماذا يحدث في السعوديه للمراه؟ شكون يعرف ماذا يحدث للكفيل؟ شكون يعرف انه ثم 5 مليون تحت خط الفقر في السعوديه؟ شكون يعرف ماذا يحدث في قطر؟ انه الشعراء من اجل قصيده يحكموا عليهم بالسجن مؤدد و15 سنه سجن، وانه ما ثمش انتخابات وما ثمش ديمقراطيه، ستار حديدي اسود كامل يزدل، ما نعرفوا حتى شيء، يحكوا على مشاكلنا وشؤوننا. الان دور الاعلام التونسي فتح ملفات. واضح، لازمنا نرفعوا اذان المغرب ثم نعود ونرجع لكم الاثنين. ونعم بالله. الله اكبر، الله اكبر. طيب
تقبل الله صلاة الجميع. نرجعوا نواصلوا حوارنا مع ضيفنا الأستاذ رياض سيداوي المختص في علم الاجتماع السياسي، ونعود نذكر سيادتك رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، وأيضا مع زميلتنا صوفيا الهمامي. ربما تعليق على الدكتور عنده دراية بالضبط، عنده دراية كبيرة بالإعلام، ومن شوية كان يتكلم على الإعلام التونسي. صحيح للإعلام في تونس عمل خطوات وتقدم، وهو أهم حاجة كسبها هي حريته، ولكن ما تشوفش أنت حسب رؤيتك وتشخيصك للوضع في تونس، ما تشوفش أنه الإعلام سقط نوعا ما في الإثارة، في العمل على الإثارة؟ الدور متاعه تعكس، بدل ما أنه الإعلام هو اللي يفتح الملفات ويتناول القضايا لتنبيه الحكومة أو تنبيه المسؤولين أنهم يصلحوا لفائدة الرأي العام، الآن أصبحنا الإعلام أصبح بانتظار ما سيرمى إليه حتى يتناوله، وهذا هو الخطر اللي احنا بالفعل وقع فيه الإعلام التونسي، أنه يستنى الإشاعة، يستنى ما سينشر في المواقع الاجتماعية، ومن ثم يتم تناول الموضوع. يعني خلق الديفيرسيون صراحة هذه مسألة خطيرة جدا في المواضيع الغير اللي يلزم نحكي فيها. فنقول يعني منهجيا عندنا أربع أصناف في الإعلام التونسي. ثم إعلام الدولة، أنا في إعلام الدولة التونسية عندي حق باش نكون موجود هنا، الإعلام العمومي، العمومي كما البي بي سي لأنه تملك الدولة مش الحكومة، أرجوكم. نعم. الإعلام العمومي لأنه دافع الضرائب، ندفع الضرائب، أنا على الأقل نجيب فلوس البلاد هذه. عندي الحق في إعلام بلادي مش إعلام الحكومة، هذا البي بي سي ننتقد الحكومة لأنه إعلام الدولة. ثم إعلام المستقل أو الخارجي خاص، أو التجاري الخاص، هذا في نوعين، ثم إعلام متعاطف مع المعارضة وإعلام متعاطف مع السلطة، ثم ربما إعلام تجاري بحت همه الأشهار وتخلى الأموال إلى آخر. إذن فلنقل أربع أصناف. إذن إذا توفرت هذه، مثلا شفت حركة النهضة عملت قنوات تلفزيونية فرحت لذلك، موجودة إذا كان مثلا من غير نذكر ربما حتى الأسامي، إذا ثم قنوات تنتقد النهضة ثم قنوات تدافع عن النهضة، هذا يحدث توازن. الإعلام العمومي يبقى في الوسط. أيه. مش دورنا هنا في الإعلام العمومي أن نهاجم وأن نكون منحازين لا للحكومة ولا المعارضة، وتجربة البي بي سي رائعة جدا في ذلك، مع دائما التفكير أن الصحفي عنده رسالة في حياته وينقد. أنا بصراحة لما أقرأ مقال يمدح، أصلا ما يقراش واحد مقال يمدح من السطرين الأولين، يتقزز يخليه يطيشه. هو واحد يشوف التلفزة يتخلى عليه، وهذه ربما فكرة لازم نعرفوها الإعلاميين، أنه الدكتاتور الآن هو المشاهد، المشاهد التونسي تفرج علينا تو دكتاتور عنده تليكوموند، ما عجبناش يحس بينا نكذبوا، ينافق، يحس بينا مش نصادقين، يعمل هكا. هي الحكاية راهي هذه قديمة ومترسخة في الثقافة التونسية من أيامات العروي الله يرحمه عبد العزيز العروي، كان يقول بيناتنا فلسة من أيامات الراديو، يا حسرة من أيامات الراديو نواري بلون، مش كنت نسمع إذاعة لندن البي بي سي الصحيح والبقي يكون غلط إلى آخره. فإذا ما عندناش نجم نستغفلوا الإعلام، ذكر حتى الإعلام استغفال، تعرف قناة الجزيرة آخر دراسة المركز الأمريكي قال أنه قناة المشاهدين تاعها نزلوا من 46 مليون يوميا إلى 6 ملايين في اليوم، 6 ملايين وممكن يزيد يتقلص ليبر يعني تحت، ورغم راه استثماراتها مليارات الدولارات. ما نخصوش الحديث الكل على قطر والجزيره، رغم اللي احنا باش نعاودوا نرجعوا نحكيوا على قطر، لانه انا باش نطلب منك انك تعلق لنا شويه على الاكتواليتي نتاع النهارين هذوما. انت ماكش ديما موجود في تونس سيدي، انت مقيم في جنيف، فرصه انك تكون موجود بحضنا، خلينا نستغل الفرصه هذه باش تعلق لنا على ما يحدث حاليا مع الرئيس منصف المرزوقي الحقوقي، رئيس سابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واحد من المؤسسين من أشرس المعارضين للنظام الديكتاتوري البن علي، كانوا بعد 14 جانفي وبعد صعوده إلى سدة الحكم كرئيس للدولة صورة كلها تقلبت. هل أحنا الإعلام من جهة والرأي العام من جهة أخرى بلغنا ربما في نقد الرئيس، وبلغنا في القسوة عليه وفي محاسبته على كل كبيرة وصغيرة، كيفاش يلبس ومرايت وشنو يقول وكيفاش يتحرك، وسلسلة طويلة وعريضة من الانسيدان اللي صاروا معه، نبدأها يمكن من نهار 14 جانفي 2012 إحياء الذكرى الأولى للثورة التونسية بنزول حمد أمير قطر من الطائرة، و يعني تعليقه. الكلمة التعليق المهين اللي كلنا حاسينه مهين، قال أنا جيت باش نعلم رئيسكم كيفاش يلبس وكيفاش يعلم الاتيكيت والبروتوكول، إلى ما حصل معه يوم الجمعة في معهد العالم العربي وقت اللي مشى على أساس أنه مفكر وكاتب يقدم في كتاب جديد وهو مازال على ذمة الحكم،
وصارت مظاهرات حاجدة تقريبا فما 300 تونسية و 300 شخص ظاهروا برا وسمعنا حتى في النقل المباشر في بعض إذاعات كلمة ديجاج وما قاموا بها ثلاثة ناشطات من هي من ناحية السيكولوجية طبعا الشعب التونسي عانى من ديكتاتور زي العابدين بن علي بلا حدود وهو عنده ديما نوع من الخوف انه ترجع ديكتاتوري فديما متحمس لنقد الرئيس حتى ما كانش المنصور مرزوقي كان سينتقد اعتقد بنفس الشكل من ناحية السيكولوجية. من ناحية ثانية الاخ منصور مرزوقي ارتكب اخطاء تعرفي الناس انا من كنت محبيه ومعجبين به والمدافعين عنه كنت من اصدقاء سيادتك مش باصدقاء مباشر لكن عملت معه سبق حوارات وسبق التقينا في بحجلة وشرف القهوة الشاي اللي حكيت عليه الاخير لكن احبه وصراحته بالنظام بن علي لا يصلح ولا يصلح في الاخير كان جيد لكن اليوم لما يقولنا ضميركم وتتطاولون على قطر اول شيء سنبقى في المفهوم في الديمقراطيات لا نتحدث عن التطاول نتحدث عن الثلب ديفاماسيون في القانون العقوبات التونسي او في اوروبا او في امريكا ما فيش حاجه اسمها تطاول في الثلب شنو التطاول منين جت هذا مفهوم موجود في الملكيات الاقطاعيه المطلقه تطاول على الذات الاميريه ولا احسنتي في السعوديه وقطر عندهم قوانين يسمى التطاول على الذات الاميريه في قطر الملكية. في السعوديه ملك التطاول على الذات الملكيه انت يا مواطن يا رعيه يا ما تسوي شيء يشكونك انت حتى تطاول على هذه القامه الكبيره ترفع راسك لتقديس لانه يجب طاعه ولي الامر يجب الرضوع هذاك ولي نعمتك وولي امرك يعني عقليه اخرى ما عندها حتى علاقه بالمجتمع التونسي بصراحه سمعت المفهوم لحم الشوك يعني حتى في وقت بن علي والديكتاتوريه ما كنيش مانيش رعيه مش مفهوم كان ممكن يقول فخامه الرئيس منصور مرزوقي ارجو من كل من يقوم بعمليه ثلب لامير قطر ان يمشي على القانون انا مثلا عايش في سويس لو قلت شيء ضد قطر هو نجم يقدم قضيه في المحاكم السويسريه قضية ثلب طبعا ويرى في ذلك لكن لما أقول مثلا أنا ديكتاتور قطر أو أن قطر ديكتاتورية هذه لا ثلب ولا تطور لأن مضمون سوسيولوجي توصيف سوسيولوجي سوسيولوجي لأنه علم سياسة لأن عندي لأن إذا مجيبني في المحكمة في سوريا ويقول لي أي أنت قلت ديكتاتور قطر أيش أي طبعا أقول أنا في قطر ما فيهاش تعددية حزبية ما فيهاش شعراء يعني يحكم عليهم السجن مدى الحياة ما فيهاش برلمانات ما فيهاش حرية تعبير ما فيها حد شيء إذن هي ديكتاتورية طبعا قل هي ديكتاتورية القاضي طبعا هو فما مواطن تونسي صحفي اعتقد مسجون اليوم في والله ماساة مش حتى ماساة صديقنا واخونا محمود بناب كان في سويسرا وكان رئيس كان مدير الجزيرة تشيلدرن اي هو كان رئيس تحرير القسم العربي تاع سويسرا العالمية في بيرن مشى الجزيرة واسس الجزيرة الاطفال ونجحت وبراعم الى اخره ليه سنتين فكلوا باسبور ما تخرجش مش عارف باش حتى تحم مش موجودة القضاء مش موجود نعرف انه قطر ما فيهاش قضاء الرجل يعاني كلمني بالسكايب انا قال لي لو جيت بريطانيا وامريكا ما يمسني حد تونس ما دفعتش عليا وين بلادي الباسبور البريطاني يقول حامل هذا الجواز نحرك من اجل اساطيل بريطانيا يودي راه باسبور تونسي يجب ان ندافع عنه لما يتمس صحافي فرنساوي ما تشوفي فرانس دو كيفاش صباح وعشيه 400 جور 5 جور 500 جور 600 جور ومازال في بيروت ومعتقل في العراق وما كذا حتى حمله وتعبيه كامله هذا مسكين مشى فيها عامين ما ملوج عليه حد يعني فاكلوا باسبورو ما مش محاكمه مش عارفين شنو ما يخرجش في سجن كبير اسمه قطر نعرف ان قطر ديكتاتوري اذا نخاف عليه الى متى انت على الاقل اذا عندكم علاقات مع قطر يا اخي يقولوا اطلق صراحه الرجل راهو تونسي راهو تونسي حق من حقوقنا ان ندافع عن اي مواطن تونسي في العالم يعني انتهى الثوره لازم تجيب الكرامه للتوانسه مطيشين في لامبيدوزا مطيشين في اوروبا والى اخره وسفاراتنا لازم تكون عندها حميه وعصبيه كما سفارات العالم كل للدفاع عن مواطنيها ولا ما معنى العقد الاجتماعي نحمل جواز سفر وافتخر به وعلى ذكر هذه قطر والسعوديه وغيرها تعرفي انه الباسبور التونسي ما يعطوش تاشيره الا من هنا وبصعوبه جدا بينما الباسبورات الاوروبيه والامريكيه تدخل هناك مباشره أنا عندي جواز سويسري نمشي لأي دولة خليجية مع فرنسا تدخل مباشرة في المطار ودول عربية. يعنيك معتبر كمواطن أوروبي. بالضبط والباسبور التونسي والباسبور التونسي لا. سوفيا دكتور ما تشوفش أنه الموضوع نتاع قطر خذا أكثر من حجمه. نرجع الموضوع رئيس الجمهورية أي بالضبط وبالنسبة لموضوع دكتور المصف المرزوقي هناك من يعتبرها أنها حملة منظمة حملة مدفوعة الأجر ضده وشنو كيفاش تشوف أنت الموضوع هذا؟ والله شوف هو بصراحة زلات اللسان موجودة ونقولوا له احنا يا دكتور مرزوقي رجاء نراو وقت ما هو يجيب شي يتكلم كلمة بالفرنسية أو سيكسبريم بالعربية بدل ما أنه يقول مثلا دو نامبورت يقول هذا تهريج أو كذا يبدو أنه يفهم خطأ
ولكن في نفس الوقت أيضا احنا مسألة أنه تكون حملة منظمة هذه أنا أميز بين شيئين. نعم. بصراحة ثم أشياء نشوفها الفيسبوك كلام فاضي والنعت كلام فاضي وأتضامن معه أتضامن مع الرئيس منصف مرزوقي في كل كلمة خارجة عن سياقها. نرجع شوي ماكس فيبر بالضبط ماكس فيبر شوفي ماكس فيبر ماكس فيبر ماكس فيبر يقول نميز بين الأحكام القيمية والأحكام الفعلية لي جوجمون دو في لي جوجمون دو فالور. نعطيك حاجة اش معنات واحد تجي تقول له أنت سرق هذا وصف لكن ما يعني شيء هذا تنجم تكون شتم وفعلا ثلب لكن كي تقول له أنت يوم كذا على الساعة كذا خذيت 25 دينار من ستوشي وشافتك الكاميرا الفلاني هنا ما عادش ثلب هنا عطيت واقع هذا هو الفرق مثلا أنا لما أقول أنه قطر مثلا ديكتاتورية ليس بثلب وإنما وصفي واقع سوسيولوجي يسموه أحكام أفعال سي جوجمون دو في لكن جوجمون دو فالور مثلا تجد الكلام على جسمه على شكله على آخره هذا كله ثالب ويعاقب عليه القانون وأنا شخصيا ضده. نفس الشيء صاير في مصر أستاذ رياض نفس الشيء صاير في مصر على المواقع الاجتماعية في المنابر العامة في الفضاءات العامة وفي القنوات التلفزيونية نشاهد بشكل يومي هنالك نقد لاذع يومي للرئيس المصري محمد مرسي حاجة تمشي بالموازاة مع اللي صاير عنا هوني في تونس هالفينومين هذا كيفاش نجم نحلوها ونفسروه سوسيولوجيا على مستوى المستوى الأول يجب تقدروا الشعوب هذه الشعب التونسي أو المصري أو يمني وغيره وحتى الشعب القطري والسعودي الديكتاتورية مطلقة كان كاتم على نفسنا يقولوا المصريين كان الواحد مخنوق الآن ردة فعل عكسية ركضت فعلا عكسية فيها مبالغ الفيسبوك مشكلة أنه ما يحترم أي معيار مسيب فيه الصالح والطالح والإعلام يخاضع القانون الفيسبوك إلى حد الآن مفيش وناس تكتب أسامي مستعارة ومتعرفاش شكون شكون قال أنه واحد يهاجم في منصف المرزوقي وهو ضابط موسى وعامل صفحة بالعربية أو ضابط مسيا وعامل صفحة شكون قال شكون نعرف أنا عندي اللي هو من هو بالضبط ويكتبوا أسامي مستعارة إذن الفيسبوك لم يعد معيار. إذا كانت توانسة لا أرجوكم نحترم رئيس دولتنا احنا كي ننتقدوا على المضامين الاقتصادية والسوسيولوجية مش على شكله أسمر أبيض طويل قصير عيني هكا أنفه هكا يمشي هكا لا مش هلا هذا النقد هو أكثر نقد تالو في اليومين الأخيرين هو ما ذكره في القصر على تهديد التوانسة أو نهر التوانسة عن تطاول على قطر مشي حاسبهم ضميرهم مشي حاسبهم القضاء غضب المحافظ البنك المركزي اللي خرج بطريقة متشنجة جدا لأنه لم يتم ذكر ولا طرف تونسي للمجتمع المدني اللي سعى لإرجاع الأموال هذه ولا المجتمع المدني في لبنان ولا مصرف لبنان ولا حتى البنك سنترال تونيزيان والحاجة الثانية فما مواطنين قالوا كيفاش هو رئيس دولة مفروض أنه حتى ولو صلاحيته محدودة هو يسير دواليب الدولة اليوم أو يشارك في تسيير دواليب الدولة منين ليه الوقت باش كتب كتاب اسمه لانفونسيون دو لا ديموكراسي وفاش قام هز روحه وماشي لباريس باش يقدم كتاب على اساس انه مفكر وكاتب هل يحق له انه يحمل دو كاسكيت يحمل دو معناها صفتين يجمع ما بين انا ساعة من الفقره الاولى اعتقد الرئيس منصف مرزوقي ارتكب خطا كبير كي قال يعني تطاولون على قطر ويعاقبوا ضمارك نقول له الحدث هو انه تحدى الشعب فراو حتى حملة الفيسبوك ربما كانوا عشرات ومئات يهجموا قطر ولا الشعب التونسي كل يهجموا قطر نذكر شقاع محمد مزالي الله يرحمه من التلفزة التونسية قال هذوما الناس اللي تظاهروا ضد فعل الخبز أو باش وهذوما والخبزة مش باش تتراجع وما نتراجعوش عليها وستبقى هك زاد شعلت البلاد طلعت النار إلا ما هداها بورقيبة الله يرحمه نفس الشيء حمادي جبالي رئيس حكومة السابق قال نخرج أنا قبل ولي سليانة التحدي ذاك خلى جماعة سليانة يزيدوا أكثر يطلع فإذا هو خطأ الكبير ارتكبه فخامة الرئيس مرزوقي أنه تحدى الشعب التونسي لصالح قطر وموزة وغيره الأخير فالشعب أيضا رد فعل كانوا عشرات كانوا مئات كانوا بعض الناس مسألة أنه يحمل صفة الكاتب والمفكر ويذهب في رحلات خارج تونس من أجل هالمهمة هذه مش كمهمة هو أنا لست قاسي أنا بصراحة مش قاسي عليه في الناحية هذه لأنه هو مثقف وفخور بكتب أعطيني كتبي وهذه الكتب أيضا وكاتب والكتاب ديما عندهم هذه النزعة أنه ديما يبقى يحب يبقى كاتب حتى ولي رئيس دولة يصعب أنه ينسى مجده ككاتب لأنه ثم تصور أنه عبر التاريخ رؤساء الدول والملوك والأمراء اندثروا بكل كتب
هاي ابن خلدون. ابن خلدون الوقت تقريبا. عفوا اخي كل ابن خلدون شكون يعرف اسماء الحكام والولات والملوك في عهد ابن خلدون؟ شادين ابن خلدون القي انتهى. اي ليه احنا شفنا انه فما رؤساء كتبوا كتب اللي موجود حتى في السنوات. انا بصراحه انا اسمح ولا برغم ان هل عنده وقت يسمح له للكتابه او لا، لكن الابداع يبقى دائما المهم انه لا لي زلات اللي سين فقط والكتاب يتضامنون مع الكتاب. يلا احنا ظنينا ان الوقت طويل يكفينا باش نكملوا بحاول الكل. ما حكيناش على العوده الاستقطاب الثنائي لبي بولاريزاسيون. المره الجايه كي ترجع لتونس الرياض تكون بحضنا. شكرا لك على مرورك على بلاتو بتوقيت الاولى. شكرا لك زميلتنا صفية الهمامي. احنا نتقابلوا نهار الاربعاء كما العاده في توقيتنا العادي بعد اخبار السته بتوقيت الاولى في حلقتنا الثانيه للاسبوع. وكل عاده نختم بكتاب نقترحها عليكم اليوم باش تقراوا الامين المعلوف لي جاردان دو لوميير. بقيت اوقات نتاع الوطنيه الاولى. نتقابلوا نهار الاربعاء. سلامه. We'll be right back.